مفيد في اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي. إذن الوحدة الثانية، الأسبوع الثالث، الظواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية. في نبدأ في الصفحة 67. إذن في درس الإملاء، الهمزة المتوسطة على الياء. إذا ألاحظ وأكتشف، أتم ملء الجدول كما في المثال. إذا الكلمات، هذه الكلمة أو هذا الاسم يحتوي على همزة. حركة الهمزة هي الكسر، ثم حركة ما قبلها، ثم علامة رسمت. إذا هنايا بطبيعة الحال عندما نريد أن نكتب الهمزة المتوسطة نراقب حركتها وحركة ما قبلها. إذا هنايا عندنا حركة الهمزة في مئذنة هي السكون، حركة ما قبلها كسر، إذا على الياء، كتبت على الياء. في كلمة أسئلة نتحدث عن الهمزة المتوسطة، لا نتحدث عن همزة القطع الأولى، فهذا موضوع سبق أن تطرقنا إليه. إذا الذي يهمنا هو همزة المتوسطة، يعني التي توجد في الوسط ملونة بالأحمر. إذا حركتها كسر، حركة ما قبلها سكون، وعلى ماذا كتبت؟ على الياء. يتكئون، إذا حركتها كسر، حركة ما قبلها كسر، وكتبت كذلك على الياء. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه لرسم الهمزة المتوسطة على الياء نلاحظ حركتها وحركة الحرف، هذه هما اللي كنراقبوا، حركتها وحركة الحرف الذي قبلها. إذا ترمز الهمزة المتوسطة على الياء إذا كانت مكسورة أو كان ما قبلها كسر. إذا فاش كنقلبوا الهمزة نشوفوها، واش إلا لقيناها مكسورة على الياء، لقينا قبلها كسر على الياء. إذا دائما، لأن الكسرة هي أقوى الحركات فيما يخص كتابة الهمزة كما سنرى لاحقا. وطبق، آتي بكلمات تتضمن همزة متوسطة على الياء وفق ما يأتي. همزة مكسورة مثلا يائسة، يائسة، إذا هذه الهمزة مكسورة وقبلها فتح وتكتب على الياء. مثلا قائم، قائم، إذا هي مكسورة كتبت على الياء. نبيين، نبيين، إذا مكسورة كتبت على الياء. مثلا بئيس، ما دمت همزة مكسورة فتكتب على الياء. همزة قبلها كسر، بئر، هي ساكنة ولكن قبلها كسر. مئزر، إذن هي ساكنة وقبلها كسر. فئران، قبلها كسر وهي ساكنة كذلك. مثلا ذئب، قبلها كسر وبالتالي كتبت الهمزة على الياء. إذا ننتقل إلى أتم الكلمات بكتابة الهمزة المتوسطة وأركبها في جملة مفيدة. جئتم، إذا هي الهمزة ماذا؟ ساكنة وقبلها كسر، إذا تكتب على الياء. وئام، قبلها كسر وهي مفتوحة تكتب على الياء. سئل، إذا مكسورة. متكئين، إذا هنايا مكسورة وقبلها كسر. رئة هي مفتوحة ولكن قبلها كسر تكتب على الياء. مليئة، إذا هنا الياء يعني تعبر عن الكسر وبالتالي فتكتب على الياء. ننتقل إلى الصفحة الموالية في موضوع الصرف والتحويل، أسماء والإشارة.
ألاحظ وأكتشف، أقرأ النص ثم أملأ الجدول كما في المثال. ظننت أن المشتغلين في هذه الخزانة العمومية هم فقط أولئك الذين يزودون القراء بالكتب، لكنني أكتشف أن هناك أشخاص آخرين. فهذه المحافظة وذاك الأمين وهناك الناسخ وهنالك الناسخ، كل هؤلاء الموظفين يتفانون في خدمة زوار الخزانة. إذن أسماء الأشارة المذكورة في النص هي هذه، إذن يدل على، إذن هؤلاء تدل على ماذا؟ إذن نشوف الكلمة التي بعدها، هؤلاء، إذن هؤلاء الموظفين، إذن تدل على الموظفين، وهي جمع، وهي جمع مذكر، هنا نتحدث عن الموظفين وليس الموظفات، وذلك وذاك وذاك الأمين. إذن الأمين إذن مفرد مذكر. بالنسبة لأولئك، أولئك الذين يزودون، إذن هنا الذين يزودون القراء. ظننت أن المشتغلين في هذه الخزانة العمومية هم فقط أولئك الذين يزودون. إذن الذين إذن هنا كتعود على الذين يزودون، إذن هاد الذين هي جمع، إنه هو جمع ومذكر، يقدر يدخلوها فيها المؤنث ولكن كنعتبروها مذكر، لأن فاش كيكون الحاضر المذكر والمؤنث كنقولوا أولئك. استنتج، اسم الإشارة اسم معرفة نستعمله للإشارة إلى إنسان أو حيوان أو نبات أو غير ذلك. أسماء الإشارة للمذكر هذا ذلك هذان أولئك، المؤنث هذه تلك هاتان هؤلاء. بالنسبة للقريب هنا وهناك وهنالك، نعم. إذن أطبق، أضع اسم الإشارة المناسب مكان النقط. إذن الصورة تضم، إذن الصورة مؤنث، إذن نستعمل هذه، هذه الصورة تضم أسرتي، فهذا أبي، وهذه أمي، وهؤلاء وهؤلاء أخوايا، هنا يا أخوايا هذان، هذان أخوايا، هذان أخوايا، وهاتان أختايا، كلهم، وهؤلاء، هؤلاء هنا الجمع، هنا حيث هنا متنا وهنا جمع، كلهم أعتز بهم وأفتخر. أحول، هذا كتاب، هذان كتابان، هؤلاء رجال، هؤلاء نساء، إذن هؤلاء كتخدم الذكور والإناث في الجمع. هذه بنت، هاتان بنتان، ذلك رجل، أولئك رجال، أولئك رجال، لأن ذلك جمعه هو أولئك. إذن ننتقل إلى التركيب، العطف بالواو والفاء ثم. إذن ألاحظ وأكتشف، أقرأ الجمل الآتية وأملأ الجدول. ألاحظ الجمل، اشتريت أقلاما وأوراقا. إذن هنايا بطبيعة الحال في العطف نبحث عن المعطوف والمعطوف عليه، وحرف أول حاجة كنحدد حرف العطف، إن حرف العطف هنا الواو، هنا الفاء، هنا ثم. إذن الكلمة أو الاسم الذي يأتي قبله يسمى معطوفا عليه. إذن أقلام، أقلاما معطوفا عليه، وأداة العطف هي الواو، والذي عطفناه أوراقا. إذن لاحظوا هنا هذا أقلاما منونة، كذلك منونة، هذه جمع تهدي جمع، إذن لأن هذا يعتبر من التوابع، المعطوف يعتبر من التوابع، النعت يتبع المعطوف، يتبع المعطوف عليه في إعرابه. قرأت الرواية في المسرحية، إذن الرواية هو المعطوف عليه، الفاء هو حرف أداة العطف، المسرحية هي
بطبيعة الحال المعطوف. زرت المعرضة، إذن المعرضة ثم المتحف. إذن ننتقل إلى استنتاج. العطف هو الربط بين كلمتين بأداة عطف. يتكون العطف من معطوف عليه وأداة عطف ومعطوف. من أدوات العطف الواو، وتفيد الجمع بين، إذن الواو يعني في مرة، يعني كتجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، اللي داروه كيديروه بجوج في مرة. بالنسبة للفاء تفيد الترتيب، وثم تفيد الترتيب دون تعقيب. هنا كاين تعقيب وهنا دون تعقيب. إذا يتبع المعطوف والمعطوف عليه في إعرابه، لأنه من التوابع كما قلت لكم. إذا كان المعطوف منصوب المعطوف عليه، إذا كان المعطوف عليه منصوب حتى المعطوف كيكون منصوب. كان هذا مرفوع الآخر مرفوع، كان هذا مجرور الآخر، كان هذا جمع الآخر جمع، كان هذا فعل هذا فعل، إلى آخره. إذا أطبق، أضع أداة العطف المناسبة مكان النقط. حضرت جماعة من الرجال يحملون آلات موسيقية، وجماعة من النساء يرتدين لباس الحفلات والأعياد. إذن هنا جماعة معطوفة على جماعة، وهنا الحفلات معطوفة على الأعياد. الرجال يعزفون ويغنون، ثم النساء يرقصن. أركب ثلاث جمل تضم كل واحدة أداة عطف الواو. دخل الأستاذ والمدير. دخل الأستاذ والمدير. إذن هنا صعد الرجل إلى القطار، فالمرأة إذن صليت الصبح ثم الضحى. هنا كاين واحد التراخي، يعني كان كيكون واحد شوية الوقت بين الصلاتين، كنسميوه التراخي. إذا ننتقل إلى الصفحة الموالية في موضوع التطبيقات الكتابية، هي الصفحة 70. إذا أرسم الهمزة المتوسطة وأتمم الجدول. إذا هنا مطمئنين، إذا هي مكسورة، إذا تكتب على الياء. حركة الهمزة كسر، حركة ما قبلها فتح. سئلوا، إذن سئلوا، إذن هي مكسورة، حركتها الكسر وقبلها ضم. ذئاب هي مفتوحة، إذن ولكن قبلها كسر، فالكسر الذي قبلها هو الذي جعلها تكسر على الياء، كما رأينا ذلك قبل لحظات. ثانيا أبين المعطوف عليه وأداة العطف والمعطوف في الجملتين الآسيتين. إذن هنا غنحدد أداة العطف هي الأولى، إذن هي الفاء. الفاء هنا يا ثم. إذن الإمام هو المعطوف عليه، والمعطوف هو المأموم. ثم هنا عندنا يكون الإنسان طفلا ثم شابا. إذن طفلا هو المعطوف عليه، شابا هو المعطوف. ثالثا أركب جملة فيها عطف. إذن الفاء مثلا خرج التلاميذ من القسم ثم الأستاذ. الواو، إذن الواو أهتم بالقراءة والكتابة، ثم
سافرت إلى فاس ثم مكناس. رابعا أتم باسم إشارة مناسب الولدان، إذا هذان يتدربان على هذه المصر لأن هذا مؤنث. تدور الأحداث ويجلس المتفرجون، هنا تدور وهناك يجلس المتفرجون. خامسا أكتب قبل الكلمات الآتية ما يوافقها من أسماء الإشارة وأركبها في جمل. الفرسان، هؤلاء الفرسان، هاتان الجريدتان، هؤلاء النسوة. إذن يصعد هؤلاء الفرسان على الخيول. إذن أحب هاتان الجريدتان، هؤلاء النسوة يهتمن بالحلي. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول الظواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية من الوحدة الثانية، الأسبوع الثالث، كتاب مفيد في اللغة العربية، السنة الرابعة ابتدائي.